جو فراولة جزء ما تخافش عليه. الله الله الله. بسم الله الرحمن الرحيم. ارحم برحمتك يا رب. افتح عليك. الله اكبر. ايه ده يا مؤمن؟ ايه ده؟ روح ايه؟ الله وما أمرنا إلا واحدة يفتح عليك. اللهم صل على النبي. الله اكبر. سجل سعودي. عمرو لا. لا. نعم. ولقد يفتح عليك. اللهم صل على النبي. وكل شيء فعلوه. يا سلام يا سلام. يفتح عليك. وكل صغير عليك. الله اكبر. الله يا بختهم يا كان هناهم. يا عيني يا ربي. سيدنا ابو رجب العمده منسجم. تعالي في مقعد صدق عند مليك مقتدر. الله اكبر. افتح عليك. الله الله الله. يا رب. خش يا عم الشيخ. كل شيء
عليك اكبر الله يبارك عليك اللهم صل على النبي يا احلى شيخ محمود يا صلاه النبي يا حاجات حلوه بس انت بتقرا في الجنه بالنسبه لبتاعه الشيخ شحاف بتاعه الشيخ شحاف سوره الكربون مؤمن ويرضى اهل النار اشياعكم فهل من مدكر الله يا سيدنا يا عين يا عين على الوقف بتاعها يا عين وكل شيء قطعها لي يا حبيبي كده قطعها لي يا حبيبي وكل صغير وكبير الله 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 نعم إن منتخب تاني يا سيدي نفسي مقام باكستان والنبي شاء الله انت يا سيدي انت باكستان حتى السيدي نوع على فكرة باكستان يا شيخ محمود حتى السيد وصل وبس على حاله ايه انت شفت نوره هل ساعة ما دخل انه ده صديق عبيد نعم باكستان والنبي شيخ محمود سعد باكستان يا شيخ محمود الله يبارك لك يا رب إنت المتقين في جنات الله أكبر يا بختهم جزاهم يا عم اسمع إن يفتح عليك في مطعم الصدق عند مين هي جاي في مطعم الصدق الله اكبر عليك ربنا يرضى عنك يا رب الله 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 بتاع باكستاني الله 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 إن المتقين في جنات ونهر في مطعم عند ولي مقتدر الله يا عم الشيخ محمود والله
نعم يا عم الحاج والله. ايه الهيصه دي؟ مش عارف اقول اي حاجه. افتح عليك يا محمود. لا بكره الجنايه. اه نعم السيد. علم القران. يا سلام. نعم يا سيدنا ضيفت عليك. خلق الانسان. علمه البيان. عليك عايز الوقفه دي والنبي يا شيخ محمود. النبي يا شيخ محمود. بسم الله محمود الشحات. علم القرآن. الله. سبحانك يا رب. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم علم القرآن. الإنسان علمه الله يفتح عليك. الله يرحمك. اتفرج عليك ورا. كمان يا شيخ بتوصلني والله. الله عليك. الشمس والقمر بحسن. الله يفتح عليك. يفتح عليك. بسم الله الرحمن الرحيم. الله الله الله. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. علمنا القرآن وخلق الإنسان. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الشيخ محمود. بس يا انا. بس. انت يا سيد. الله اكبر. الله اكبر. الله اكبر. الله اكبر. الله اكبر. الشمس والقمر بحسن.
والسماء المرحومة فيها الله يفتح عليك. يا سلام. ايوه هات النبي يا شيخ العسل بخلف حسن احلف على المصحف هات النبي يا شيخ كذبك حد وعيني يا غنى يا
صلى على النبي. الله اكبر يا سلام. البرزخ حل. الله اكبر. كمان يا عم الشيخ محمود ربنا يحميك يا عم الشيخ. حلاوه من احنا في عرض الربع. حلاوه حلوه. رب المشرقين الحلوه دي. بينهما مرزق لا يقتل. يا سلام. الله اكبر. الله نعم. ايه الفن الحلو ده؟ اذكر الله. رب المشرق الطيب وحدوا رب المشرق الطيب ورب المغرب. يا حلاوة. يا سلام. صوت من الجنة. رب المشرق والعين ورب المغرب. الله يا عم الشيخ شحات. ايوه يا عم الشيخ شحات. الله يرحم ابوك يا شيخ. النبي مع آل الشحات هناك فرق. فبأي وعلى البحرين التقيان. يا سلام. حاج شحات. يا سلام. يا سلام. قدرة ليه. الله اكبر. لا يا الله اكبر. هو المشتري الطعيم ورب المغرب بيني. فبأي آلاء ربكما تكذبان. مرج البحرين يلتقيان عليك. سلام. بينهما برزخ لا يبغيان. أنت من ده؟ الله أكبر. ده من ده يا أخي؟ والله من ده؟ بسم الله الرحمن الرحيم. ايه ده الخاص بسم الله خد جابوا النوى شعب. بسم الله النبي فيلم
عليك النبي بسم الله يا شيخ صلوا على سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام سيدنا النبي ربنا اهديه بسم الله يا رب الله على الله 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 بسم الله الرحمن الرحيم لا يرد البلد يا رب يا صلاة النبي يا صلاة النبي صور يا سيدي يا حسام أهل الليل قدير مهندس يا باشا يقول اهل الدرمان يا حسام ألم نجعل له عينين الله أكبر وإيه كمان ولسانا شفتين حلو حلو يا استاذ محمود يا حلاوي يا سلام يا قران الله يرحم اللي الله يرحم
يرحم اللي امتحنك في القران واداك الشهاده. الله يرحم اللي امتحنك في القران واداك الشهاده. هو غصب على الشحات اللي هو ابوه. والنبي تبسطنا يا عم الشيخ محمود. صلي على حضره النبي عليه الصلاه والسلام. اخرب بيت فك 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 يا حبيبي. افتح عليك رقب انت النهارده رقب حلو. فتحة والله يا اخي وانا اتفق معاه. ثم كان بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والله تاني. والله تاني. يا عم الشيخ محمود. يا عم جنيت يا عم. خلاص يا احمد. خلاص يا عم احمد. خلاص يا عم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله يا عم الشيخ محمود. بدات الناس اللي ورا يا عم. يا ناس ده مدرات اولانيهم شعبهم تاني. والله انا الله اكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله ما شاء الله عليه. تعال تعال. بسم الله الرحمن الرحيم.
يعمر بيتك يا رب يا رب الذي أطعمهم Let's go.